السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا بكم في انطباع مانجا ذا بروميس نيفرلاند او نيفرلاند الموعوده اذا بنسميها بالعربي. هذا شوف افضل اسم لها، اذا تقترحون اسم افضل لها كتبوا لي اياه بالكومنتس تحت الفصل 52. طبعا للي يسال هل نزل لها انمي او لا، حتى الان لم يعلن لهذا المانجا اي انمي. توقعي ورايي الشخصي اكيد 100% راح يصدر لها انمي، ولكن اتوقع ايضا ان الكتاب او المحررين حق المانجا عارفين ان المانجا هذه ما راح تطول كثير، يعني المفروض توصل حدها 150 200 فصل ماكسيمم من وجهه نظري، وبعدها لازم توقف. فيشوفون ان الافضل انهم عشان لا يدخلون في فيلر، لو دخلت فيلر في هذا المانجا راح تجيب فيه العيد. فافضل خيار قدامك انك توصل الى الفصل 100 بعدين تبدا الانمي. على ما يوصل الانمي للفصل 100 تكون انت خلصت 150 او 200 شطبت المانجا. هذا وجهة نظري أفضل سيناريو للمانجا هذه لإصدار الأنمي. ممكن أكون صح ممكن أكون غلط، يمكن الشهر الجاي يعلنون عن أنمي لها. كل الاحتمالات واردة، المؤكد أنه لابد يكون لها أنمي لأن المانجا مسوي ضجة قوية جدا، مو بس في عالمنا العربي، حتى في العالم الأجنبي وحتى في اليابان، في كل مكان The Promise Neverland مكسر الدنيا وهي لسه في الفصل 52. أسبوع اللي طاف نزلت الانطباع وحرقت تقريبا 51 فصل كاملة. أسبوع هذا راح بس نركز على الفصل 52. إذا في شيء مرتبط بالشيء القديمة بشرحه، ولكن لازم أعيد وأكد زي ما قلت الحلقة اللي طافت. أنا صدمت رغم التحذيرات اللي قلت إيش كثرها، لأن في كثير تابعوا الانطباع وقالوا لي إنهم تابعوا الانطباع وهم ما قروا المانجا. يا جماعة لا تحرقوا على روحكم، حرام. روح اقرأ المانجا واستمتع فيها بعدين تعال شوف الانطباع. الانطباع موجود في القناة ما راح ينحذف إن شاء الله. العموم لازم نأكد بالحلقة نتكلم عن الفصل 52 من مانجا The Promised Neverland. إذا ما شفت المانجا روح أقراها من الفصل الأول استمتع فيها، لا نحرق عليك. والحين خلونا نبدأ. طبعا نهاية الفصل اللي طاف سونغ جيو قال حق ذيك انا بروح اتخلص من الملاحقين، ما يبي اي احد يلاحق ربعنا، يبي يوصلون المنطقه اللي متفقين عليها في القلم بدون لا احد يطاردهم، فراح يقتل الملاحقين او المطاردين له. وفعلا لو نجي يقول اوه يبدو ان اعدادكم زادت، رغم ان قدامه اربعه من الدمونز الاقوياء غير قائدهم، ويقول لهم هل وجدتم الهاربين؟ يعني لقيتوهم عذرتوا عليهم؟ بعدين تفتح عليه الوحوش كلهم ديمز قال يو ار انت، قبل لا يكمل كلامه وطير راس واحد فيهم على طول، وبعدها على طول جابه واحد ثاني طف خبز راسه في الارض بالرمح. بعد جابوا فلاش باك يتكلم ويقول حق ميزيك او ايش كان اسمها البنت الصغيره، يقول هم شافونا. بغض النظر اذا هم بيطردون البشر ولا لا، المفروض ما نسمح لهم بالهرب، يعني ما نبي احد يتكلم عنا أو يبلغ عنه، فلازم أقتلهم كلهم. وفعلا رجع وقتل كل المطاردين ويكمل كلام يقول هذه لي حشرات والحشرات لابد أن تباد إبادة، وطف طف طف قطع فيهم الحالة. طبعا يوم الغطاء اللي على ظهره أو الكاب اللي على ظهره وخر شوي شفنا على ظهره أثر، ما أدري هو وشم إصابة سكار ندبة في ظهره ما أدري، ولكن جسمه قوي جدا، أسلوبه في القتال مرعب، يعني تحس إنه قاعد يركب عليهم كأنهم خيول ويقص راسهم ويقفز في هجوم واحد في قفزة ويفتر كذا يضرب رأسين ويقتلهم. وبعدها لما نزل على الأرض وقتل كل، نقدر نقول ذي اللي كأنهم كلاب صيد أو حشرات زي ما قال، يعني مش مرة مرة قوية، صار هو كديمون في وجه ديمون. يعني الحشرات اللي قبل كانوا يمشون على أربع يدين، بينما هو واقف على رجوله ثنتين ويدينه الحالة، واللي مقابله نفس الشيء واقف على رجوله وماسك في يده السيف، يعني مقاتل زيه. بعدها طبعا جابوا لك ظلام ومشت مورن القتال، ولكن القناع او وجه الديمون اللي القرنين مع العين هذه والاكس وعين ثانيه هنا شفناها ساقطه على الارض ومن القناع متهشم او الجمجمه متهشمه بالكامل، بما يعني ان سونغ جيو انتصر وقتله بكل بساطه او بكل سهوله. سونغ جيو قوي جدا جدا جدا، هذا اللي عرفنا حاليا، انه قدر يهزم المطاردين ذي اللي كلهم على كثره عددهم وقائدهم اللي ماسك السيف يهزمه وقص راسه. بعدها جابوا ربعنا واقفين في وسط الصحراء وقاعدين يطلعون ويترقبون، واما فاتحه التراكر جهاز التعقب وتقول شو نسوي؟ احنا فعلا فعلا في المنطقه B06-32، المنطقه المفروض ان احنا نوصل لها عن طريق القلم. بدا الاطفال شو نسوي؟ ما في احد هنا، ما في احد، شو نسوي؟ هنا ري قال حق واحد من الاطفال اللي ماسك المناظير قال له متاكد ما تشوف اي احد؟ ما في اي بشري ما في اي شيء؟ وذاك قاعد يطالع بالمنظار يطالع،
وقال اظن انه ما في احد نهائيا، لا ديمونز ولا بشر ولا اي احد، ما في احد فاضي المنطقه. شيل واحده من الاطفال تقول اذا مني فرمو بهنا ما في احد هنا على الاطلاق، ولكن لماذا؟ بدت تجي حالات الاحباط على الاطفال، قطعنا كذا المسافه وعانينا وجينا هنا في الاخر ما في شيء. في ثلاثه من الاطفال كانوا مره ستريس، تحسهم بضغط، فبدوا ينفجروا. واحده لاير بانتس اون فاير، الكذاب تولع بناطيله. هذه كلمة مشهورة عند الأجانب، عند الأمريكان بالذات، أتوقع أن المترجم الأمريكي حطها، ما أتوقع أنهم قالوا كذا، بس معنى الكلام أن الكذاب كذاب ينحرق بنطالة، كذا كلمة مقولة كذا، لاير بانتس أون فاير، يعني يا كذاب. ويقعدون يضربون في الأرض، يمسكون في ذيل ويهزونهم، هو قالنا بيصير هنا، ليش يكذب علينا؟ ليش يخلينا نجل المسافة ومش موجود؟ خلاهم ريد كلمون ينفجون زي ما بنتكلم، خلاص طلعتوا اللي في خاطركم كله، بردتوا الحين؟ قالوا له ايه ارتحنا. بدا الحين ري يشرح لهم بكل هدوء، قال طيب اهدأوا واستمعوا لي، لو قلنا ان مينيرفا هو الشخص اللي قاعد يروح بين العالم الحقيقي وعالم البشر عشان يجيب لهم الكتب ويجيب لهم ذا الاشياء والاختراعات، الكاميرا، ذا الاشياء اللي شفناها موجوده في الميتم، هذا يعني انه ما راح يكون دائما موجود في جانب عالم الشياطين، بيصير في جانب عالم البشر لفتره من الوقت، يروح هناك عشان يجيب الاغراض بعدين يجي. هذا واحد. اثنين، حتى لو قلنا ان الشياطين ما يجلسون ولا يعيشون في الاماكن الصحراويه هذه اللي زي الصحراء هذه، مستحيل برضو ان ميني فار بيصير جالس هنا وقاعد يستنانا كانه هدف واضح وصريح، ولا يقدر حتى يترك علامات او اشارات او ادله توضح وتبين ان المكان نقطه تجمع ونقطه التقاء، ولا الشياطين بيحرسونها، ما بيخلون احد يهرب يجي هنا. في هذه اللحظه ري قال حق ايما اعطيني القلم، قالت اه تفضل، فقاعد اقول لهم امس اكتشفت الجزء الجديد من المعادله او اللغز، يعني ميني فار حط لهم الغاز ما يقدر يحلها لهم لانهم هم عباقره بذكائهم بالدروس، كل الاختبارات والدروس اللي كانوا يدرسونها والاسئله، اتوقع ان ميني فار اللي كان معده لهم فيعرف مدى او مستوى الذكاء اللي عندهم. فقاعد يقول لهم القلم اساسا فيه معلومات اضافيه اكسترا بعد اللي احنا اوريدي شفناه، فكلهم قاعد يقول له شو اللي موجود، شو اللي موجود في القلم بعد ذا الشيء؟ فهنا جاوب ري يقول ما كان في شيء، او عشان اكون اصح ما قدرت اشوف شيء. قالوا له ايش تقصد؟ قال بكل بساطه ما قدرت ادخل على المعلومات اللي بعد ذا الشيء، بعد الصفحه التاليه. انا متاكد اني اضفت الاجابه الصحيحه، يعني جاوبت اجابه صح، ولكن على الرغم من كثر محاولاتي، اكثر من مره حاولت، اخر شيء اقدر اشوف الرساله اللي جات من ميني فار اللي تعالوا الى المكان الموعود هذا B06-32. فهنا ري يكمل يقول من البدايه، من اول ما لاحظت ان نورمان رغم ان القلم كان عنده الليله ذيك اللي كان يخطط فيها ويلعب ويحط الرسمه ذي كلها، ما ترك تعليمات واضحه وصريحه لإما شو المفروض يسوون لما يطلعون برا، كنت اتساءل ان لربما ان المعلومات الاضافيه ذي ما نقدر نحصل عليها الا لما نصير فعلا برا، ولكن للاسف هذا الشيء برضه مو صحيح، احنا طلعنا برا وحاولت وما فتحت معي الصفحه، وانا متاكد ان حتى نورمان واجه نفس التحدي، حاول يحل ويدخل بس ما فتحت مع الصفحه التاليه، واظن ان هذا الشيء بسبب ان المفروض القلم ما يظهر لك المعلومه اللي بعدها الا لما تكون في مكان معين، اللي اساسا القلم قاعد يقول لك رحله B06-32. قالت لي ما تقصد هنا؟ قال نعم بالضبط في هذه النقطه، في نقطه B06-32، خلينا نجرب الحين نروح للصفحه التاليه. فتح القلم، طبعا اول شيء طلع لهم البومه هذه اللي علامه او شعار ويليام مينيفار، فمورس كود تقول له واللي معناتها تاتش مي، كان مكتوب بالمورس كود تاتش مي، فالمسوا ذا فتح لهم الارقام ويلا جاوب الاجابه اللي بعدها. فهنا طبعا حلوا المورس كود على طول، قالوا له صفحه 45 السطر الثالث ثالث كلمه، يعني افتح الكتاب على صفحه 45 راح على السطر الثالث، خذ الثالث كلمه في السطر دخل هذا الكلمة السرية. هنا فجعت إيما قالت ايش ذا القلم العجيب اللي كل مرة يغير الباسورد، هو مبرمج كذا ان كل مرة الباسورد يتغير، عشان مو بلاحظت على طول، اذا مو عندك الكتاب ما تقدر تجاوب على الباسورد، حتى لو انك جاوبت اول مرة اذا ما عندك الكتاب عشان تجاوب ثاني مرة ثالث مرة ما راح يفتح معاك. طبعا هذا كله بمساعدة الشخصية الأسطورية والعبقرية واللي أنا حبيتها فيل البزر، أبو أربع بعد خمس سنوات اللي في الميتم خلوه، أي ما قلبي يتقطع له في الميتم، لا زال عندك الشريرة، ولكن سينقذون، أنا متأكد سينقذون. على العموم نعود إلى الموضوع، حطوا الكلمة السرية، طلعت لهم رسالة ميني فار زي ما متعودين، قالوا يلا نيكست السؤال اللي بعده، طلع لهم نفس الشيء صفحة 108 السطر 15 الكلمة الأولى، فحين قال يلا حين نشوف هذا المكان اللي كل مرة لما أدخل معلومة يعطيني إيرور خطأ لأنهم ما كانوا في المنطقة، فحين خلينا نجرب، وكلهم قاعدين يترقبون يقول ولكن لو كانت نظرية تري غلط ما طلع شيء، بنتوهق شو بنسوي، ما في شيء نسويه، وين نروح؟ فطلع على طول دون الكلمة وقال له الكلمة هيستوري، اكتب كذا كلمة هيستوري، المفروض انه يفتح لك، يقول كمان يلا وانا ودي اشق ثيابي يلا.
وفعلا هالمره الشاكر ما عطاهم مسج ايرور رساله خطا، لا طلع لهم شيء غريب، قال مفعها تشتغلت بس وشو ذا اللي طلع شيء غريب اللي ظهر لهم. ري على طول لانه اذكى واحد فيهم عبقري فهم، قال هذه خريطه في مدخل لتحت الارض. يطا توقعي حق اسمه اللي طاف طلع صحيح، اول توقع يسجل لي في ذا برومس نيفرلاند قلت لكم بيطلع لهم من تحت الارض، هالمرة ما طلع لهم، هم نزلوه بس طلع عن طريق القلم يعني، مو منه كان تحت الأرض يعني. يس يس يس. فيقول لهم هو في جوار هذه المنطقة يبحث عنه، طبعا فعليا حتى لو بحثوا ما كان بيفتح، اللي بيفتح المدخل الأرضي كان القلم نفسه، لأن جات بعد رسالة يوم أنهم خلاص وصلوا المنطقة ظهرت الرسالة عند ري يعني أن القلم فعل البوابة المدخل، بعدين كتبوا كذا ويلكم رسالة بعدين unlocked يعني افتح البوابة، طلع صوت كليك بعد على تسمع صوت بوم كذا يعني كأنه فعلا فعلا في شيء في الأرض انفتح كذا وطلع وخر غبار كذا انفتح لهم جزء من الأرض. هاو شعرت هذا الجهة تحركت، كلهم جوا عندها لقوا مدخل مقفل كأنك بتدخل غواصة كأنك بتدخل شلتر مخبأ أرضي، فعلا افتحوه كذا وفتح لهم الباب ودخلوا كلهم، جاب الأطفال اللي كانوا مستلجوا بساعة إنه حقا هنا لم يكن يكذب علينا. وإما فرحانة تقول هذه المنطقة B06-32 المكان اللي مليم مينيفار ينتظرنا فيه، ليتس جو اللي نذهب، وينزلهم من الدرج كلهم يقولون فاينالي ما بقى لنا خطوات بسيطة مسكين النور، ويدخلون في زي الممر المعبر كذا. طبعا دخلوا شافوا غرف وكل الغرف مرقمة 107 106 101 102 كل الغرف عليها أرقام، فريح حللها قال هذا ملجأ تحت الأرض للبشر، ملجأ أرضي يعني يختبئون فيه من الكوارث من الفجرات من الديمونز. واحدة من البنات قالت إما سمعت صوت هنا، فقالت إما إن على حق جات عند الباب وطق طق ضربت الباب، أول ما دخلوا جابوا رجال حاط رجل على رجل فوق الطاولة ماسك الشاهي وقدامه بسكوتة وحلويات قاعد يأكل فيهم ورشاشات مالية المخبأ يعني قاعد المفروض أنه شايفوهم أول ما وصلوا، عنده شاشات مراقبة عندك ما دي يتصل بالعالم الخارجي ما دي يتصل بالعالم الآخر، شو اللي صاير أنا مخي ألف علامة استفهام استفهام في راسي. إما طبعا تقول رجل رجال أدمي بشري، هل هو حقا ويليام مينيفار؟ طبعا أنا في البداية كنت أقول خلاص هذا هو هذا هو، وفرحان بعدين نباني أخوي محمد الحماد الله يرحمه في الكويت في الحفل يوم جلس النقاش معهم قال لنا كان في بعد كلمة ويليام مينيفار علامة استفهام، يعني هل هو ويليام مينيفار أم أحد التابعين حقينا أحد أصدقائه واحد من سلالته وش بالضبط ما ندري. النقطة الثانية اللي نبهنا عليه برضه أخوي محمد الله يعطيه العافية إنه ما بينوا لنا رقبته، يعني كاتب متعمد عند رقبته بخلي ظل، فما نعرف هل هو فعلا واحد من اللي كانوا في المزرعة وهرب زي إما وربعها حاليا أم من العالم الآخر أم إنه مولود في عالم الديمونز بس مش في المزرعة، وش بالضبط منو ذا بالضبط حتى الآن ما ندري. كل اللي قال لهم أهم كلمة لقد أتيتم مسافة طويلة مرحبا بكم مبارك عليكم ومرحبا بكم في الشلتر أو الملجأ رقم B0632. إذا كان هذا B0632 يعني هل معناته أن فيه B101 وهذا الملجأ رقم B632 يعني أن في المنطقة B الملجأ رقم 32 يعني في ملاجئ كثيرة موجودة في عالم الديمونز في مقاومة في بشر كثير طالعين وهربين ولا شو السالفة بالضبط؟ أنا مخي بفيوزاتي بدأت تضرب. هل ويليام مينيفار لازال عايش إلى يومنا هذا؟ آخر كتاب دخل في المكاتب كان عام 2015، هل معناته أنه مات بعد 2015 ولا اكتفى بهذا القدر مساعدة الديمونز والبشر للهرب؟ هل هو اللي أسس الأشياء كلها ومات لازال موجود موجود في عالمنا الحين موجود في العالم شياطين؟ هل هذا الشخص اللي ظهر هو ويليام مينيفار ولا لا؟ أنا فيوزاتي طقت يا عالم للتساؤلات ومتحمس جدا جدا الفصل القادم، ولكن زي ما قلت لكم الأسبوع الجاي راح يتأخر الانطباع لأني، ولكن زي ما قلت في انطباع ون بيس وهنتر وكينغدوم الانطباع حق ذا برومس نيفرلاند راح يتأخر الأسبوع القادم إلى ممكن يوم الخميس، ممكن أدمج فصلين مع بعض إذا ما أمداني الوقت، ممكن أخلي أحد ثاني يقدم عني في أكثر من احتمال، فأعتذر منكم. أنا ذاهب لأداء فريضة الحج إن شاء الله بإذن الله، راح أدعي لكم يا متابعين الأعزاء زي ما طلب مني الكثير من المتابعين، وأتمنى منكم برضو الدعاء لي الله يعطيكم العافية. كذا نصير وصلنا لنهاية انطباعنا المانجا The Promise Neverland الفصل 52، لا تنسوا نعطيكم العافية الاشتراك في القناة اللي ما اشترك حتى الآن، الضغط على زر الإعجاب إذا عجبك الفيديو، نشر الفيديو لأصحابك، وفي الختام قولوا معي سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، شوفكم على خير.